السعودي. عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن التبرع السخي للمملكة بقيمة 20 مليون ريال بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لدعم مبادرة المنظمة في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا للعاملين الصحيين وكبار السن في الدول الأعضاء الأقل نموا. دعم المملكة للدول باللقاح يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها من أجل تعزيز التضامن الإسلامي ونصرة قضايا العالم. التبرع السخي من قبل المملكة يعد الاستجابة الأولى لنداء المنظمة لتوفير اللقاحات للدول الأقل نمواً. الأمين العام للمنظمة يرفع شكره للملك وولي العهد لما قدمه من دعم واستجابة سريعة للنداء الذي وجهته المنظمة لدعم مبادرتها.